مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. اليوم الأطوار ديال الجلسة موضوع تامي بناني، معايا الأستاذة زين بخيار محامية بيئة الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام، نقاش شيئا ما حاد في عمق القانون بين الدفاع ديال الأطراف ديال المعتقلين وكذلك الأستاذة زين ديال تامي بناني. مشاهدينا الكرام، مرافعة راقية في جوهر القانون كانت اليوم تبعنا عند أستاذة غنشوفها معها اليوم. رافعتي بقوة وناقشتي حيثيات الملف، أنا عجبتني المرافعة اللهم بارك، وهذا إن دل شيء إنه يدل على 40 سنة ديال القانون. الله يوفقك، كيفاش شتي الأطوار ديال الجلسة اليوم؟ اليوم داز الجلسة ديال تامي بناني. كنشكرك أستاذ يوسف من هذا المنبر تعهد ديما، كنشكرك أنا صابرك ولدي. سميت بنت الملف ديال تامي بناني، الدفاع ديال المتهمين طالبوا بالصلاح المؤقت على أساس أن الجلسات طوال 44 جلسة، وما شافوش بأن الملف من 2007 حتى 2022 حتى 2022 باقي ما الملف باقي كاع ما بدا. كيقول لك مظلومين، واش هما اللي مظلومين ولا الأم حياتي اللي مظلومة؟ راه هما هي اللي مظلومة. أنا أول مرة خرجت من الصمت ديالي وقلت الحقيقة اللي كاينة. أنا راه مآمنة بأن قتلوه، عارفة القتل لأن كانت واحد الصورة في الملف، كان الأستاذ عجمي ملي كانت تدوز الجلسة كنت قلتها لمو، قالت لي ما شفتهاش، نجي نصور لابارتي الثانية لقيت الصورة ما كايناش، هو مضروب بالراس والدم كيدوز منه بواحد الصالة. حوايجو كلشي وأنا متأكدة بالقتل من الأول، إلا أننا علاش كيفنا المتابعة؟ لأنهم دايرين تمويهات جاية من 2007 اللي كاين شي حد مستر على هذا الملف، وحنا غنجيبوا لي مستر أي واحد، حنا عارفين كلشي كيفاش كيتستر هذا الملف في 2007. كيقول لك الدفاع ديال المتهمين بأنهم خاصهم يخرجوا، راه عامين ونص ديال الاعتقال، كيفاش عامين ونص ديال الاعتقال؟ راه عندهم القتل، عندهم القتل، وديك اللي كنا كنأكدوا وكنأكدوا باش تجي تحضر، راه ماشي حنا كاعما صابرين شاهدة، حيت إلا جات حضرت غتعتقل لأنك غتعتبروها متهمة، وكيفاش الدفاع ديال المتهمين هو اللي كيطالب شاهدة ما تجيش، وما كيدافعش عليها، خاصها تجي كشاهدة، وخاصها يتنفذ القرار ديال القاضي ديال استحضار عن طريق القوى العمومية. أنا من هذا المنبر قلت أول مرة الصراحة حنا كيفنا الملف غير عرفنا واش كانوا غايديروا لنا تمويهات، لان قاضي التحقيق براسو بدا عطاهم واحد الطريق من يدوزو غايقولوا تيقولوا لان اللي مقتل عندنا اخفاء جثه. اش داروا؟ دار بالعاني، دار متعمد، باينه متعمد، دار القتل عندنا مع اخفاء جثه، ولكن هما راه ما عارفينش، ما كاين ما كاينه لا جثه لا لا سميتو لا قد اعتراف بالقتل، ما داروش تمثيل جريمه، يعني ان القضاء كان غادي بناء على هاد المتابعات اللي عندهم الى حد الساعه كان غادي نديروا مناقشه ونساليو ويقولوا لنا البراءه فيما يخص القتل، وغادي يقولوا لنا عدم التبرير. حنا لا عرفنا، كنا كندير اختفاء واحتجاز الى يومنا هذا تحت غرامه قدروها 5000 درهم. حنا ما بينا لا فلوس لا خاص الحقيقه تبان، لان دابا قلت سيد القاضي راه حنا درنا ديك حنا درنا غير حيت غنعرف عليهم بان غيقتلنا يحاكمهم يعطيهم البراءه بناء على ديك المتابعه اللي صدر قاضي التحقيق حتى هو عطاهم منين يدوزوا، ولكن حنا درنا الاختفاء والاحتجاز على اساس باش نفرغوا الهواتف النقاله باش نديروا هي ما عندهاش الصفه باش غاتمشي تقتل ولدها ودير بانه ما خاصها مات دارت عدد موتى والوراثه وحطت على ولدها في حاله مدنيه، وجات المحكمه في الاخر على اساس القتل غادي يحكموا لها بالنسبه لهذه المتابعه اللي ما كاين لا جثه ما كاين لا ما كاينش جثه ما كاينش الاعتراف ما كاينش تشخيص جريمه يعني البراءه. دابا اليوم هضرت مع السيد الرئيس المحترم بواحد الطريقه اللي عبرت فيها على احنا اشنو باغي نوصلوا. احنا في الحقيقه هذا الملف راه فيه تمويهات، علاش حنا كنركزوا على الخبره الهواتف؟ لان الخبره الهواتف هي باش حصلوا في 2019، راه من 2007 هما ناقرين حتى 2019 عاد عن طريق الخبره الهواتف كيقولوا واحد لواحد تاني ماتوا حنا، لان هذه كلها تحركت كان ديما نبين في الحفل على اللي كتقول قالت لمو ادات القاسم قدام صاحبتها قالت لها قتلوه حرقوه ولاحوه في البحر. اذا بصح هذا الشيء مادام داروا خبره على الهواتف، وقالت بصح ان قضيه ديال الموت الا ان ما كايناش على الموت بوحده، لان الا قلبوا جميع الهواتف المسطرين في الملف خاصنا نعرفوا الاباء لانه كانوا في طرف، حنا عندنا التمركزات ديالهم فين كانوا، فين كان هذا وفين كان هذا وفين كان هذا، عارفين بان قضيه القتل راه كاينه ولكن غنكيفوها ملي غتسمعوا الهواتف وتحضر جميع الاطراف غيكيفوها
تكوين عصابه اجراميه مع القتل العام. هذا هو اللي باغي نوصلوا ليه وان شاء الله غنوصلوا ليه. ذيك اللي في كندا راه الوالده ديالي مشات كندا دايره محامي على اساس غنحطوا هنا طلب ديال استدعاء عن طريق الانتربول وغيحضر لنا المحامي من كندا. جميع الناس اللي هربوا كندا عدا العناوين ديالو واخا مع الاسف من السيد الرئيس ما خلاش تهضر ولكن من حقه لان هي باقي ما سمتو في موضوع هذا تهضر. احنا غنبقاو مصممين على هادشي خبره على الهواتف هي اللي غتبين لنا وحنا راه عارفينها ومتاكدين من القتل لان بناء على الصوره اللي شفتها انا اول مره ما كذبش كذب راسي واخا نكذب راسي راه حتى الرئيس ديال الجلسه قال لك فينايا فينايا الصوره. يعني احنا انا متاكده من الاول كانت المويهات هذه راه جريمه والروح عزيزه عند الله احنا ما غنسكتوش ما غنسكتوش. هذه راه تكوين عصابه اجراميه ديك العصابه هي اللي خاصنا نجيبو وراه غنجيبوها ما غنسكتوش حتى يبان الحق ولا شيء غير الحق خاصة تجي لان ملي غتجي غتولي متهمه هي اللي حركت المتابعه هي اللي قالت لهم قتلوا حرقوا لحوا في البحر وبصح تلقات بان جريمه القتل كاينه بناء على الصوره وزيدوا نقلبوا الخبر على الهواتف راه تعتقل في 2019 عند قاضي التحقيق. استاذه شكرا لك.